السلام عليكم، أهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة. النهاردة معنا درس جديد بعنوان أمي. تعلمت من أمي أن أساعد المحتاج وأعاون الأهل والأصحاب والجيران. تعالوا يا أصحابي أقص عليكم الموقف التالي. جرس الباب يدق، فتحت أمي الباب. قالت مريم: أخي سمير يتألم من شدة المرض. دخلت أمي حجرتها وأحضرت حقيبتها وذهبت معها. وضعت أمي يدها على وجه سمير وقالت: الحرارة مرتفعة، وأعطته بعض الأدوية. وبعد فترة وجيزة انخفضت درجة الحرارة. ابتسمت مريم وشكرت أمي وقالت: أنت طيبة وممتازة وجارة متعاونة. مفردات الدرس: أعاون، أساعد، تعالوا، أسرعوا، أقص، أحكي، يتألم، يتوجع، شدة، قوة وعكسها ضعف. الأدوية هي ما يعالج به المريض ومفردها دواء. فترة مدة، والجمع فترات. وجيزة قصيرة وعكسها طويلة، انخفضت قلت والمضاد ارتفعت. أسئلة على الدرس: ماذا تعلمت من أمك؟ أن أساعد المحتاج وأعاون الأهل والأصحاب والجيران. من دق جرس الباب ومن فتح الباب؟ دقت مريم جرس الباب وفتحت أمي الباب. ماذا قالت مريم للأم عندما فتحت لها الباب؟ قالت لها: أخي سمير يتألم من شدة المرض. ما أثر ما قالته مريم على الأم عندما فتحت لها الباب؟ دخلت الأم حجرتها وأحضرت حقيبتها وذهبت معها. وماذا أعطت الأم سميرا؟ أعطته بعض الأدوية. وماذا قالت مريم للأم بعدما انخفضت حرارة سمير؟ قالت لها: أنت طيبة وممتازة وجارة متعاونة. متى انخفضت درجة حرارة سمير؟ انخفضت بعد فترة وجيزة من تناول الأدوية. اقرأ واحفظ وتعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ما الذي يدعونا إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يدعونا إلى معرفة فضل الأم ومكانتها. وماذا نتعلم من الحديث؟ طاعة الأم والالتزام بأوامرها. أنشطة وتدريبات على الدرس: أولا، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: أمي تعمل معلمة ولا طبيبة ولا كاتبة؟ فحصت أمي سميرا وأعطته بعض الكتب ولا النقود ولا الأدوية؟ بعد فترة وجيزة زادت ولا انخفضت ولا استمرت درجة الحرارة؟